عندنا أرض محشر وحساب، عندنا النار وفوقها صراط، عندنا بعد ذلك الجسر، وعندنا بعد ذلك الجنة. الحكاية تمشي هك يعني بهذه الطريقة. فإذا احنا الآن ماشيين هك رايحين إلى في الصراط. فالآن لما وقفنا عند الصراط باش نبدأ ونمشيه، ضرب الله ظلاما. والآن شوفوا الصراط كيفش أوصافه. أولا الصراط ضربه الله تبارك وتعالى على النار، تحته واش كاين؟ جهنم. هذه الأمر الأول. الأمر الثاني وش فيه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه روغان. وش فيه روغان؟ يعني بمعنى يتحرك مثل الثعبان، يعني يمشي هكذا يطيح ناس، يطيح الناس بعضهم فوق بعض، يطيحوا الناس بعضهم فوق بعض. الأمر الثالث كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه أحد من السيف، قال النبي عليه الصلاة والسلام فيضرب الصراط وهو أحد من السيف. وجاء عن ابن مسعود أو عن أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري ومسلم قال بلغني أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعر. أحد من السيف وأدق من الشعر. تخيلوا، الله أكبر، تخيلوا إخواني الكرام، صراط تحت جهنم، يعني كل فتيل شعرة وأحد من الموس. قال النبي اسم حده كحد الموسى، أحد من الموس. وزيد على ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام مدحضة مزلة. وش معناتها مدحضة؟ دحض، دحض مزلة. الدحض بمعنى السقوط، ما يخليكش تحبس، ما يخليكش تحبس روحك. وزيد مزلة يزلق، هو أصلا شعرة، شعرة. وزيد على سيف كحد السيف. وزيد على ذلك فيه روغان، أحيانا يتحرك يطيح ناس. وزيد على ذلك أنه يزلق. وزيد على ذلك أنه مدحض، مشي ثابت يحرك الناس. هذه أوصافه، أوصافه مسيرة شهر يمشي الإنسان فيها. وكل واحد كيف يكون حواله. سنذكر أنواع الناس في المرور على الصراط. هذا وصف الصراط وحده فقط، منصوب على ماذا؟ على جهنم. قال عليه الصلاة والسلام فيه كلاليب وخطاطيف، كلاليب وخطاطيف تخطف الناس، وحسك كشوك سعدان. وش فيه هذا الصراط؟ وكان جاء هذا برك يعني بالك شوية، أن هذا الصراط فيه كلاليب، والكلاب الذي له فكان يأتي إلى الشيء فيأخذه بإحكام. فالكلاليب هذه أمرت كما قال عليه الصلاة والسلام يخرج عنق من النار ويطلع فوق الصراط. شوف الصراط هاوليك، يخرج العنق، يخرج عنق في من النار وينظر، مأمور باش يجيب ناس يهبطهم. هذو قالوا لا إله إلا الله، ناس مسلمين، ولكنهم سرعان ما زنوا وارتكبوا الفاحشة وسرقوا وقتلوا ونهبوا واغتابوا ونمموا وفعلوا كل ما يغضب رب العالمين. لا يتكلم أحد. شوفوا من أوصاف الصراط، واحد ما يتكلم، كلمة ما كاش، واحدة ما كاش، واحد ما يتكلم. من يتكلم؟ الأنبياء. وش يقولوا الأنبياء؟ هل يتكلموا أي شيء؟ لا، يقولون اللهم سلم سلم فقط، هذا واحد يتكلموا الأنبياء. وعنده الكلاليب تخطف ناس، وعنده الخطاطيف. الخطاطيف هي يعني طويلة وفيها عقف، يعني معقوفة معوجة باش تقدر تخطف الناس، خطاطيف. وفيها حسك، الحسك هو كان قال النبي صلى الله عليه وسلم كشوك السعدان. شوك السعدان هذا في نجد، وهو شوك، هذا الشوك هذا سريع الأخذ، يعني بمجرد ما تفوت عليه أنت يلصق فيك الشوك هذا. وشبهه النبي عليه الصلاة والسلام الشوك هذا على حافة الصراط. يعني شوف الآن احنا تحتنا جهنم وراح نمشي على الصراط، والظلام يا إخواني الكرام ظلام دامس، لا يرى الواحد شيئا، ظلام دامس يضرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل من الأحبار، كما في حديث عبد الله بن مسعود صحيح مسلم، جاء رجل من أحبار اليهود من العلماء اليهود فقال يا رسول الله أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال عليه الصلاة والسلام يكونون في الظلمة دون الجسر حين يضرب الجسر على ظهري جهنم، على ظهري جهنم يعني في طرفي جهنم، من الطرف للطرف، ويضرب وتكون ظلمة هناك في ذلك المكان، ظلام شديد، ظلام شديد. الآن الصراط قلنا هذه أوصافه.
وفيه كذلك شيء مهم جدا الصراط، وهو ينجي الناس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويؤتى بالأمانة والرحم. الأمانة والرحم، الأمانة بمفهومها، بمفهومها كما هو عند السلف، منهم من قال الأمانة الدين، ومنهم من قال الأمانة هي كل ما اؤتمنت عليه، ومنهم من قال الأمانة هي الصلاة، ومنهم من قال هي العبادة. والصحيح أن الأمانة كل ما استأمنك الله عليه من أوامر ونواهي ومسؤوليتك اللي أعطاها لك الله، بناتك وزوجتك والمال اللي أعطاه لك الله عز وجل وصحتك وعقلك، كل النعم التي أعطاها الله عز وجل لك من أجل أن ترعاها هي أمانة عندك. وأعظم أمانة استأمننا الله عز وجل عليها هي الدين، هذا التكليف. قال الله تبارك وتعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وإشفقن منها. وحملها من؟ الإنسان، حملها الإنسان وهو راح يسأل عنها يوم القيامة. والرحم، الرحم الإنسان اللي يقطع أخوه، يقطع ولد عمه ولد خاله وعمه وخاله من أجل أكرمكم الله قمامة الدنيا، من أجل أمور تافهة، والعرضت ما جانيش، سلمت عليه ما رد ليش، أعطيت له هدية ما أعطانيش، غير أمور تافهة، أمور دنيا، من أجلها يحرم الإنسان نفسه من النجاة يوم القيامة على الصراط هذا. وينقسم من الناس في الصراط إلى أقسام كما سيأتينا. وينجيه الإنسان الله سبحانه وتعالى. أعظم ما ينجي الناس يوم القيامة بعد التوحيد في الصراط الأمانة والرحم، الأمانة وصلة الأرحام، هذه تنجيك يوم القيامة في الصراط. فالإنسان يتزود ويملأ رصيده من هذه الأعمال الخيرية التي لها علاقة بالأمانة ولها علاقة بصلة الرحم. عسى الله ينجيه يوم القيامة بعد كلمة لا إله إلا الله. ولهذا شوف لما يضرب الله عز وجل الظلمة ظلام دامس، ماذا يقع الآن؟ يطلبون الناس الضوء، النور، حتى يستضاء لهم الطريق، ما يقدر واحد يمشي فوق الصراط. فيقول الله تبارك وتعالى على المؤمنين، المؤمنون يؤتون نورهم يسعى بين أيديهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمنهم من يؤتى نوره كالجبل، جبل الله يبارك ما شاء الله يضوي كلش بين يديه نوره هذا. لا، قال: فيؤتى الناس، يؤتى الناس أنوارهم على قدر أعمالهم، يؤتى الناس أنوارهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يؤتى نوره كالجبل بين يديه، ومنهم من يؤتى نوره كالرجل، يعني قيسوا، ومنهم من يؤتى نوره يعني دون ذلك، إلى أدنى الناس نورا وهو رجل يؤتى نوره في أصبعه، صبعه تعرجله، قيس صبعه فقط، هذا أدنى الناس، مسكين ما عندوش كثير من الحسنات، رصيده ضعيف، أضعف واحد يستطيع ينجو هو إنسان يعطيه الله تبارك وتعالى نوره في أصبعه في قدمه. قال: ينطفئ مرة ويضيء مرة، فإذا أضاء مشى وإذا انطفأ توقف، هذا آخر واحد. والناس لما يعطيهم الله تبارك وتعالى النور، قال الله سبحانه وتعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. هذه الآية في هذا الموقف. والنور هذا على حسب عملك. شوفوا الآن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: بشروا المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. صلاة المغرب جي في الظلام، صلاة العشاء جي في الظلام، صلاة الصبح وما أدرك ما صلاة الصبح اللي رانا ننام عليها كثيرا في الظلام. هذه الصلوات في المساجد إنما هي سبب في تعظيم النور على الصراط. بشروا المشائين، بشرك النبي عليه الصلاة والسلام، بشروا المشائين بالنور التام يوم القيامة في المساجد في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: والصلاة نور، والصلاة نور، صلاتك هي نور. وزيد على ذلك: يرد الناس والحوض غرا محجلين من أثر الوضوء، الوضوء نور، الوضوء نور. وقيل من بين ذلك سورة الكهف نور، وغير ذلك من الأعمال الصحيحة. قال العلماء مفاد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: فيؤتى الناس أعمالهم على قدر نورهم على قدر أعمالهم، إنما ذلك دليل على الأعمال الصالحة كلها، وأعظمها توحيد الله تبارك وتعالى.
إذا إنسان جاء بأعمال أعطاه ربي نور، وراح تكون سرعتك على الصراط على قدر نورك، على قدر النور تاعك.